بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور مع أخوكم الباندا العالمية. موضوعنا اليوم كيفية إطعام فراخ العندليب. ما شاء الله. الأكل اللي هو الأرجنتيان ودود القبابي. هاوليكم الدود القبابي. تخلطوا الأكل مع بعضه. هاو دود القبابي. هذا هو دود القبابي. تحطوا شوية ماء. الماكلة هذه بلان بروتين. شوية ماء. شوية ماء. ومن بعد تمس. تمس تخلط. تخلط في بعضها. اها. واسكني بيد واحدة سامحوني دقيقة. بالكم. اها. قوم. اها. اها. تخلط كيما كذا. تطحن الدود مع الأرجنتاية ومع الماء. تخلط كلش في بعضها. ها كيما كي يطلعوا الفراخ العندليب يطلعوا بون سونتي سوا حتى الفراخ المقنينة لها حتى الفراخ المقنينة. ها ها كيما كي يموت الدود القبابي. ها مام حتى الليكيد اللي يخرج من دود القبابي باهي سي تان بروتين. ها ما شاء الله. ها هاي نجحت مع الفراخ. الله يبارك. كبروا صوفوا كلش ما شاء الله. الله يبارك. ها درك تبعوا معايا كيف راح نطعم. الله يبارك ما شاء الله. هذا شبع صحيح. يبارك ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك. هاو كل شوط. الله يبارك. صوت وصورة. ها ما شاء الله. الله يبارك. ها تلمو بلان بروتين. الله يبارك. او شبع. ها مغرف الاولى دوزيام صاي تروزيام مبقاش يزيد. ها ها الله يبارك شبع. ها نزيدو الاخر. الله يبارك. هذا هو الكبير فيهم. ها ما شاء الله. ها. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. لا ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. عليكم. ها بخرينا مازالوا ما اكلتهمش دوك نكملوا.
الله يبارك، هذا صاير راح يرقد. الله يبارك. مام حتى هذا طلع بالله فنتين ها، هاوليك بسم الله ما شاء الله، ها طلع بالله فنتين ها، الله يبارك ها، ها ما شاء الله. خوتي طلعوا في رواحكم، السلام عليكم.